السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله ديما تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، غادي نصوبوا دجاج محمر مفور ومحمر بنفس الطريقه. نحمروه. هذه هي الدجاجه اللي غادي نصوب، من الشعريه الصينيه او الشعريه بيرميسيل. عندنا هنايا الكمون، فلفل حمراء، الابزار، مليحه، وجوج صوص ديال الثومه. عندنا هنا الربيع، قزبر، عندي هنايا الكبده مصوبه، كبده سلقاها. عندي خزو هنايا محكوك او مبشور. عندي غادي نحك هاد الثومه، نحك جوج فصوص ديال الثومه باش غادي نشرمل الدجاجه. درت انا فهاد القصيعه، قصيعه صغيره. بعد ما حكينا الثومه غادي نديرو التوابل كلهم، شويه ديال الزيت البلديه او زيت العود، ضفنا القزبر عندي مقطع، ضفنا التوابل كلهم. ودابا غادي نخلطوهم باش ينسجموا لنا مع بعضهم. عندي الربيع جامد شويه، غادي نشرمل الدجاجة. خليتها بالجنحين ديالها، ندخل فيها الشرمولة الداخل ديالها باش كتجي لذيذة، مع جناب الفخودة ديالها باش كتجينا داك الشرمولة داخلة فيها وتجي كتجي بنينة. شرملوها من برا ومن داخل. ضفنا هاد الخيزو او الجزر، غنقص شويه ديال الشرموله باش غادي نشرمل الشعريه، وغادي نشرمل هاد غير خيزو، هاد شويه نزيد شويه ديال الشعريه مع هاد الكبده، حيت الكبده الا درناها ما مسلوقاش راه كتبقى لنا خضره، ما كطيبش مزيان، من الاحسن تسلق. بالنسبه للمبتدئات كيفاش يشرملوا الدجاج، التعميره ديالو للداخل، الا كان غدار فيها دجاج مقطع، صدر ديال الدجاج مقطع ولا الكبده ولا، ضروري يا اما تسوطيوها يا اما تسلقوها. انا سلقتها. دابا غادي نعمر الدجاجه، نعمرها بهاد الخضيره بهاد الخيزو الشعريه، ندير لها التعميره زوينه. من الاحسن لواحد داك التعميره ملي كتكونوا كتاكلوا كتجي بنينه، التعميره ديال الدجاج لداخل كتجي رائعه. غادي نلصق الجنوحه ديالو بالكردون باش ما يبقاوش يتحركوا، باش بقيتو باش منين نحمرو يبقى كما هو، جنيحة ديالو مجموعين، والجلدة ديالو تهي بغيتها تبقى مغطية الصدر كامل، تهي درت لها العويدات ديال الكردون. دابا غادي نشرمل الشعرية اللي بقات لي كلها، ندير لها الشرمولة ديالي اللي بقات، نضيفها عليها ونخلطها مزيان. الشرموله راه ما كتبغيش تدخل دغيا في الشعريه، خصها شويه ديال تخلط مزيان. بعد ما خلطتها
خلطتها مزيان، دخلت لي الشرموله كاع كل في الشعريه. غادي نزيد عليها الكاشير، الكاشير حار شويه باش كتجي بنينه، والحرور هي اللي بغى يزيد الهريسه يزيدها، اللي بغى كيعجبو الحر يزيد الهريسه. انا فضلت ندير هاد الكاشير حار شويه، يزيدها شويه ديال البنه والحروريه. الكبسة دابا من بعد ما شرملتها نديرها في الكسكاس باش غادي نفورها. نصور نزيد عليها الشعرية، بعد ما خلطتها بالكاشير نزيدها مع الطريفات. ولا بغيتو الدجاج اللي مكنتوش مزروبين بيه، الاحسن نقصوا له البوطه بعد ما تخلي لكم الطاوه، نقصوا لها وخليوه. عرفتي كيجي فتي، كيجي غزال، كيجي واحد بحال اللي كتاكل البيضه، قوه الفتاوه. الصدر ما كيبقاش تبارك الله، كيجي غزال. دابا غادي نحيد له هاد العويدات اللي درت له، حيت الجلده صافي تقادات مع الصدر، ما تميلش تحركش. داك العويدات ديال الكاردون ما بغاوش يتحيدوا كاع، سقو. دابا غادي ندهنها بالزبده، الزبدة هي هادي دوب تا كانت عندي جامدة شوية قاصحة، ندهنها بالزبدة كلها، ندخلها للفران. غادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت باش تحمر، باش دي التحميرة ديالها قادة. نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش في اللايكات وتابوناو في القناة وتبارطاجيو مع الخوت والحباب باش يوصلكم كل جديد. بعد ما دهنتها بالزبدة كلها غندخلوها للفران، ومن بعد ما تحمرت لنا الدجاجه ديالنا هي هذه بالشعريه والكاشير ومحمره، جايه غزاله، جايه ما شهيتكم البنات الاخوان. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، جربوا هاد الطريقه ديال الشعريه، الدجاج مفور بالشعريه ومحمر، جي غزال وبنين، بنين البنات والله الا ما تشبعوش منه بصراحه، يستاهل تجربه بالنسبه لمبتدئات. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.